عقد مجلس الشيوخ جلسة عامة جديدة تم خلالها الإعلان عن قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية بالمجلس وانتخاب أعضاء ووكلاء وأمناء السر اللجان النوعية. يأتي عقد الجلسة تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر، حيث أكد رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والأعضاء ما جسده أبطال القوات المسلحة من أسمى معاني التضحية والفداء، محققين نصر أكتوبر المجيد ونصر لا يزال يذكره التاريخ. جلسة عامة جديدة عقدها مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني برئاسة وكيل المجلس بهاء الدين أبو شقة، افتتحت بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات. في مستهل الجلسة أعلن وكيل مجلس الشيوخ تلقي هيئة مكتب المجلس اختارا من بعض الأحزاب بأسماء رؤساء الهيئات البرلمانية. قد أخطأني السيد رئيس حزب الشعب الجمهوري بأن الحزب قد اختار السيد النائب حازم محمد سليمان عمر ممثلاً للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، والسيد النائب باهر محمد أمين غازي نائباً له. كما اختارني السيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بأن الحزب قد اختار السيد النائب السيد عبد العال مصطفى كامل ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، والسيد النائب أحمد شعبان حسين السيد نائبا له. واختار السيد رئيس حزب المؤتمر بأن الحزب قد اختار السيد النائب عمر المختار صنيضة ممثلاً للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، والسيد النائب طارق رسلان نائباً له. وأخيراً فقد أخطر السيد رئيس حزب الإصلاح والتنمية بأن الحزب قد اختار النائبة الدكتورة سلوى إبراهيم علي الحداد ممثلة للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، والسيد النائب سامح محمد أنور السادات نائبا لها. وخلال الجلسة تم الإعلان عن قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا لرغبات الأعضاء، ليعلن بعدها وكيل المجلس الموافقة عليها طبقا لما انتهى إليه رأي مكتب المجلس. إذن الموافق على قوائم ترشيحات عضوية اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية طبقا لما انتهى إليه رأي مكتب المجلس، والتي سوف تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان بمقتضاها، فليتفضل برفع يده. موافقة. وفي نهاية الجلسة دعا وكيل المجلس أعضاء كل لجنة للاجتماع لانتخاب رئيس اللجنة والوكيل وأمين سر، وتم رفع الجلسة لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية. بعد استراحة استأنف المجلس جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتم الإعلان عن قوائم اللجان النوعية بعد انتهاء الانتخابات. وقدم رئيس المجلس التهنئة للنواب الفائزين بمناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية. وتزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، أعرب رئيس المجلس عن فخره واعتزازه بمشاركته في حرب أكتوبر المجيدة وانتمائه للقوات المسلحة آنذاك. شاءت الأقدار وشرفت بأني كنت في مثل هذا اليوم جنديا في القوات المسلحة في حرب 73، وكان لي شرف أن أنتمي للقوات المسلحة في هذه الفترة، وأعلم
مدى الفخار ومدى السعادة التي يشعر بها كل من كان له حظ وشرف بانتماء القوات السلاحة، خاصة في هذه الفترة التي تعني لمصر الكثير والكثير، والتي نأمل جميعا في أن تسود حقيقة روح أكتوبر العظيم في كل أو تسري في كل عروق الحياة المصرية لما لها من سحر خاص. أنا أعتقد أنه إذا استحضرنا هذه الروح سيكون لنا بإذن الله أزيد وأزيد جولات إلى أعلى إن شاء الله. وفي النهاية أتوجه باسمكم جميعا بخالص الشكر والتقدير والعرفان للقوات المسلحة. كما ألقى عدد من النواب خلال الجلسة كلمات فخر واعتزاز بالقوات المسلحة على ما حققته من نصر مبين. وإنه من حسن الطالع أن نستفتح جلساتنا ونحن في رحاب يوم يتيه على الزمان، يوم استعادت فيه مصر أرضها وسماءها وكرامتها، يوم 6 أكتوبر بفضل سواعد الرجال من أبطال القوات المسلحة المظفرة. حقا وصدقا إنكم خير أجناد الأرض، كل عام وأنتم ومصر بكم وبرجال أمنها الأشداء في عزة وفخار وفي أمن وأمان. باسم حزب مستقبل وطن بنرسل تهنئة خالصة للشعب المصري والجيش المصري على انتصار أكتوبر اللي هيفضل في ذاكرتنا للأجيال القادمة، وهو انتصار أرجع لمصر كرامتها. كان يوم 6 أكتوبر سنة 73 يوما مشهودا مسجلا بأحرف من نور في ذمة التاريخ، ليس بالنسبة للمصريين فحسب، وإنما بالنسبة للأمة العربية بأسرها. أودي التحية والتقدير إلى روح الرئيس محمد أنور السادات. هذا الرجل هو الذي أعطى وأرجع لمصر كرامتها وعزتها، ويعني الرجل اللي زي ما يقولوا استعمل الكثير والكثير والكثير، ثم مرة واحدة أطلق القنبلة وأعاد لمصر ولجيش مصر عزتها وكرامتها. وخلال كلمة ممثل الحكومة في الجلسة وجه وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد الشكر والتقدير للمجلس وأعضائه الذين أسهموا في تدشين بناء مؤسسي تشريعي متكامل. شهدنا منذ عام مضى بعث مؤسسة تشريعية عريقة ذات تاريخ تليد ومواقف وطنية مشهودة بثوب جديد وبمهام من أوسع واختصاصات أعمق، ليستكمل هذا المجلس ما شرع فيه بدور انعقاده الأول من تدشين لبناء مؤسسي تشريعي متكامل الأركان، أسهم ويسهم في خروج تشريعات الدولة المصرية بما يليق بقدرها وتاريخها ومكانتها، إيماناً بأن مصر دائماً وأبداً ما تشرع لها ولغيرها بحزبانها قبلة الدول العربية في شتى فروع القانون. وفي نهاية الجلسة وجه رئيس المجلس الشكر للحكومة على دورها وتعاونها المثمر مع النواب بما يدفع العمل البرلماني نحو مزيد من التقدم.